العاشر من ذي الحجة، حيث أول أيام عيد الأضحى المبارك ورمي جمرة العقبة، رمي الجمرة الكبرى هنا كما تشاهدون هذه المشاهد من خلفي. يتوافد حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات، 7 جمرات هي الجمرة الكبرى في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. توافد اليوم منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة أكثر من 2 مليون حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم، حجاج الخارج هنا والداخل هنا كلهم يلبون ويتممون مناسك الحج. طبعا هذه الخطوة تعتبر الخطوة الأولى لبداية الحاج أن يتوجه إلى التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وهو بعد ذلك يتوجه إلى ذبح الهدي وحلق الشعر وقص الشعر للنساء، ثم بعد ذلك يذهب إلى إتمام باقي مناسك الحج. لو أردنا أن نتحدث عن الخدمات التي قدمت هنا، مركبات الإسعاف تنتشر بشكل مباشر وشكل مستمر بكل الأماكن التي يتواجدون فيها حجاج بيت الله الحرام. هنا لو أردنا أن نتحدث عن العناصر الأمنية المنتشرة بين الناس لتوجيههم وإرشادهم وحمايتهم، فالسعودية المملكة العربية السعودية قالت وصرحت أكثر من مرة أمان الحاج هو خط أحمر بالنسبة لها. طبعا تنتشر هنا يعني تقريبا ما يقارب أكثر من 5000 عنصر بشري لمراقبة تفويج الناس وتنقلاتهم. الحركة انسيابية جدا بالرغم من أن بعض الطرقات صار بها بعض التدافع وأدى إلى عدة وفيات من الحجاج رحمهم الله وارزقهم الجنة إن شاء الله. وهذه هي الأجواء إلى حد هذه اللحظة، حيث رمي الجمرات تحديدا رمي الجمرة الكبرى، والأجواء من خلفي تتحدث بكل شيء. لو يتابعك زميلي أحمد المصور لننقل لكم هذه المشاهد وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى رمي الجمرة الكبرى.